من هذا المكان المقام للمغفور له بإذن الله تعالى الحاج فتحي أبو ميرا. القرآن الكريم وقاري جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر الحما التابعة لمركز ومدينة أشمون، فضيلة القارئ الشيخ محمد زاهر بركات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهور عند
إثنى عشر شهرا في كتاب الله إثنى يحملونه
إلا ولا تضروا ولا تضر شيئا ولا تضر فقد نصر الله ف
فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني
وأعيده بجنود لم تروها وجاء بالذين كفروا السفلى وكلمة Yeah.
أكبر الله
فثبط وقيل قالوا مع القائدين وقيل قعدوا مع وصفت محمدا بالقرآن كالشمس وضحاها ومن سار فيها سار في النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها عاش في ظلمات الليل كالليل إذ يغشاها قرآنا محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا خاشعين منصتين مع التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد زاهر بركات قارئ القرآن الكريم والمقيم بكفر الحمى. تطلب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة وكسر من قصور الضيافة المتنقلة الخدمة الفندقية المكيفة التي تطلب وتوجد دائما بمحلات ومخازن عاطف عز عاطف عز المحل الأول عن مدينة ومركز أشمون والتي شهدت له جمهورية مصر العربية والمقيم بسيد أبو شعرة وعن عائلات سبك الأحد بالإجماع وعنهم عائلات أبو ميرة. نتوجه بالشكر للسادة المعزين عن تأدية واجب العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.